أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم معطرة بذكر محمد وآل محمد. التوافق الزوجي هو الاتفاق في الفهم والتواصل ومعرفة احتياجات الشريك وهواياته واهتماماته، وفي بعض الأحيان تطابق الهوايات والاهتمامات والطباع والأذواق، وتبادل الحب والمودة والعطف والتعاون. التوافق الزوجي هو سر استقرار الزواج السعيد. لنعرف أكثر عن معنى هذا التوافق الزوجي وللإجابة على كثير من تساؤلاتكم، يسرني اليوم أن أرحب بضيفتي الكريمة في هذه الحلقة وهذا الحوار، الأستاذة أميرة برغل، مختصة بالإدارة التربوية ومهتمة بالشؤون الأسرية. أهلا ومرحبا بكم أستاذة أميرة في حوارنا لهذا اليوم، نتحدث فيه عن مفاتيح التوافق الزوجي، ولكن بداية نريد أن نسأل أو نعرف هذا الزواج بتعريف مختصر وتحديد معنى هذا التوافق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إشكالية الزواج اليوم حاليا تعتبر من أهم الإشكاليات. يعني قديما كان الزواج ينظر إلى أنه فرحة كبيرة، و يعني لا أحد ما بيقولوا بالعامي يحكي الهم إنه بتزوج ما بتزوج مين بتزوج، كان إنه يعتبر إنه هذا شيء طبيعي تلقائي أحسنتم عفوي من دون مخطط. اليوم لا، اليوم لما بنحكي مع الشباب بنشوف الشاب إنه صار بعمر زواج، بنسأله إنه شو إن شاء الله بدك تتزوج، ولا هذا موضوع يعني صار يحكي الهمه. كذلك الفتاة، سبب أنه تعقيدات كثيرة في الحياة جعلت ضمان التوافق الزوجي بعد الزواج عليها ورا منها علامات استفهام كثيرة. يعني بتقلك بركي ما توفقت، بركي ما ارتحت معه، كذلك هو. فبيسوى صار طبعا في أسباب كثيرة وأسباب وجيهة لعقبات تصادف الزوجين بعد الزواج، الشابين الشاب والشابة بعد الزواج. لذلك نعم علينا أن نضع خارطة الطريق إذا صح التعبير للتوافق الزوجي. كيف أضمن أنني اخترت الشخص الذي سوف أتوافق معه في المستقبل؟ طبعا رح نحكي بأنه بده يكون واقعية، مش التوافق بكل شيء، لأنه الزواج هو اثنين تكامل من جنسين مختلفين ذكر وأنثى، سوف يعيشان تحت سقف واحد، كل واحد جاي من بيئة، قد ما كانت البيئة متقاربة حتى لو في يعني قرابة أو من نفس البلد أو من نفس، كل بيت له خصوصية. بعدين كل إنسان له طبع مختلف عن الآخر، وهذا الطبع عموما يعني قليلا ما الإنسان يستنتج باكرا. يعني دايما إنسان بيعيش جوات عشرة تكتشفي لما بتشوفي الآخر. أنت لما عايشة مع نفسك فقط ما بتعرفي قديش في اختلاف بينك وبين الآخر. فإذا طبعين مختلفين، جنسين مختلفين، بيئتين مختلفتين، كيف فينا نضمن أنه بس يقعدوا تحت سقف واحد يحصل الأنس والانسجام والتوافق؟ نعم. هوني قلت أنا بدنا نحط خارطة الطريق، في عنا مفاتيح. نعم. قبل الدخول في هذه المفاتيح يستحضرني سؤال، لماذا أصبحنا في هذا الزمن نحتاج هذه المفاتيح؟ ألم يكن هناك مشاكل ووجوب تخطيط في الزمن السابق؟ أكيد كان في مشاكل، ولكن مش بالقدر اللي موجود الآن. لأن الأدوار النمطية بالحياة كانت مرسومة ومفصلة بشكل تقريبا ثابت، فكان دور الرجل محصور بطريقة معينة، دور المرأة محصور بطريقة معينة، البيئة الحياة الاجتماعية ما كان فيها تعقيدات كثيرة، منظومة القيمية في المجتمع كانت شبه ثابتة. في كان كمان شيء اسمه
مصلحة الأسرة غالبة على إذا بدك تقولي رغبات الفردية أو الشخصية، يعني كان الراحة والاطمئنان والأمان. يعني كانت الفتاة لما تتزوج تعتبر بأنه هلأ هي يجب أن تفكر بمصلحة الأسرة ولا تفكر بمصلحتها الشخصية، وكذلك الرجل، ولكن بنسبة أكبر كانت المرأة تفكر بهذه الطريقة، وأنها عليها أن تتحمل كل العقبات. مستوى الصبر كان أكبر، كان يكون في مشاكل ولكن كانت تقطع. طيب إذا أردنا الدخول وفتح هذه القلوب بما نفتحها، ما هو أول مفتاح؟ هلأ نحن رح نحكي عن المفاتيح تحديدا لضمان التوافق الزوجي قدر الإمكان، وليس عن فتح القلوب. هي طبعا هي جزء منها فتح القلوب لبعضها. أنا إذا بدي أنصح الشباب الفتيات والفتيان بضمان أكبر قدر من التوافق الزوجي، المفترض المفتاح الأول يكون حسن الاختيار. هي مسألة كتير مهمة. مثلا إذا بدي قارن بين الماضي واليوم، بقول بالماضي كان هناك تعقل أكثر في الاختيار من الآن. لماذا؟ هل يوجد مبادئ يعني معينة؟ هيدا الشيء ممكن يفاجئنا بالوقت اللي الناس وعي، المفترض صار متقدم أكثر، منسوب العلم والتعلم صار أعلى عند الشباب وعند الفتيات، في نضج المفترض، وعي سياسي، وعي اجتماعي، حتى خبرة بالحياة أكثر، منشوف أنه القرار الزواج الآن هو أقل دراسة ومش عارفة أقل اختيار، مش قرار الزواج، الاختيار، اختيار الشريك عم بيكون اختيار عاطفي أكثر ما بيكون اختيار عقلاني. والسبب الرئيسي فيه هو الاختلاط الذي أصبح يوم يعني العقول، نعم، الذي أصبح الآن هو يعني سيد الموقف. الاختلاط مع عدم وجود معايير لسلامة هذا الاختلاط. الإسلام لم يمنع أن يكون هناك تعاون ويعني استفادة مشتركة بالحياة الاجتماعية من العنصر الذكوري ومن العنصر الأنثوي، ولكنه وضع ضوابط لهذا التعامل حتى يغلب في التعامل المصلحة العامة والتفكير الإنساني، العقلانية والعاطفة والجذبات، على الرغبات الغرائزية. فكان سابقاً أنه الأهل لهم دور في الاختيار. طبعاً الأهل، ولاية الأب، ولاية الأب، ويعني وحتى يعني خبرة الأهل، كان مثلاً يمكن حداً إذا سمع ببنت وهالإنسان هو مش يعني مناسب وما بيتحمل مسؤولية، كان بسرعة يرفض مثلا من دون حتى يمكن ما تعرف البنت. هلا يمكن بمحل معين حدا بيقول هيدا ظلم، بس انا عم بحكي عن حسن الاختيار. لانه الشاب والفتاة يعني بالعمر المبكر طبعا هن حيكونوا انجذابهم للطرف الاخر هو يعني عاطفي اكثر منه عقلاني. خاصة لما بيكون تعرفوا على بعضهم، وشو كيف شو لفت نظره لهذه الفتاة، أو هي الشكل بالأغلب، الشكل الخارجي، الرقة، الهضامة، مثلا ممكن تروح كمان اعتبارات مادية أخرى، مصالح مادية أخرى. على أي حال عم نقول نحن حسن الاختيار، حسن الاختيار يتطلب أن أغلب العقلنة على الرغبة العاطفية المجردة. مش عم نقول أنه العاطفة ما إلى مكان، إلى مكان، ولكن تحت العقل. أنا عم بحكي من شان أضمن توافق زوجي. إذا أدي أضمن توافق زوجي لازم يكون اختياري عقلاني. مشان يكون اختياري عقلاني المفترض أن يكون أنا
عارفة أدوات الاختيار العقلي. ما هي هذه المبادئ أو الأدوات حتى أحسن الاختيار؟ نعم، للشاب وللفتاة أنا عم بحكي. أول شيء، ونحن عم نحكي من خلال سنن الله سبحانه وتعالى ركب الوجود عليها، يجب أن يكون الشاب والفتاة من بداية نشأتهم فعلاً عم بيعيشوا معاني العفة والطهارة، وعم بيطلب كل حدا منهم زوج صالح وعفيف ليبني معه أسرة، هذه الأسرة تكون لها دور مهم في الحياة، منسجمة متوافقة تخرج خلفاء لله على وجه الأرض بطريق وصول إلى الله سبحانه وتعالى. بالتالي أول شيء أنا بدي بنصح فيه الشباب والفتيات أنهم يطلبوا من الله سبحانه وتعالى الدعاء أن يرزقهم الزوج الموافق والذي يوصلهم إلى الجنة. أحسنتم. ذكرنا كنا مرة بحديث آخر بأنه أول سؤال سأله الرسول صلوات الله عليه وآله لأمير المؤمنين، كيف وجدت زوجك؟ فقال خير المعين على طاعة الله. طبعا عم نعطي مثل أمير المؤمنين والزهراء عليه السلام لأنه هن الصورة المثالية اللي الله عطاه. بالمقابل الرسول كمان كان، أو عن الأئمة ورد، لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ. يعني معناته التأني بالاختيار كان شيئا مهما جدا. فالطلب من الله عز وجل أول شغلة. يعني أنا حقيقة بقول هيدا الموضوع بده توفيق إلهي فعلا، فما نحط هذه المسألة على جنب. كل شيء نحن بدنا إياه نتوفق فيه بالحياة يجب أن يكون مقدمة له هي التواصل مع الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب على وجه الأرض. السبب الأول والآخر، يعني مش أن أعتمد على عقلي وأعتمد على تفكيري وأعتمد على شطارتي، أنا والله بدي أجيب أحلى بنت، أو هي أنا والله بدي أتزوج أحلى. طلبي من الله قبل ما تتعرفي على حي الله الشاب، وإنت طلب من الله أنه يرزقك الإنسانة الموافقة. هي مسألة. المسألة الثانية هي تقديم صفتي الدين والخلق التي نص عليهما الرسول صلوات الله عليه وآله على كل الصفات الأخرى. يعني صفات الزوج، صفات الزوج. نعم. يعني أنا يمكن تعجبني بنت وقلبي ينجذب لإله، أو أنا كبنت يعجبني شاب وقلبي ينجذب لإله. أول سؤال بسأله لنفسي، قديش بياخد علامة على الدين؟ والدين هو سلامة المعتقد. نعم. الدين مش الشكل الخارجي، والله بصلي ولا بيصوم ولا ماسك مسبحة ولا بيروح بيحضر مجلس عزاء ونقطة على السطر. أحسنتم. قديش بياخد علامة على الدين؟ قديش بياخد علامة على الأخلاق؟ هلا حدا بيسأل بيقول طيب ما الواحد متدين لازم يكون عنده أخلاق؟ لا، مش لأنه هو عمل. المتدين الحقيقي يجب أن يكون عنده أخلاق، ولكن هل كل إنسان يستطيع أن يطبق ما اعتقد به؟ هذا الجهاد الأكبر. يعني ممكن أنا أكون متدين وعندي اعتقاد قوي وكل شيء، ولكن انهزمت بمعركة الجهاد الأكبر. هذا هون له علاقة تربيتي بالبيت. أحسنتم. أنا بالبيت ما ربوني على الصبر، أنا بالبيت ما ربوني على التعاون، أنا بالبيت ما ربوني على العطاء، أنا مربى بالبيت على الأنانية، أنا مربى بالبيت على العصبية. طيب صرت شاب هلأ باللحظة، يمكن لما بتقعدي معه ونحن بالاستشارات بيجينا بيقلك صح بعرف غلط وأنا ما بدي أعمل هيك. طب أنت فإذا الفتاة أو أنت الشاب، هل تفحصت دين هذا الإنسان؟ هل تفحصت أخلاق هذا الإنسان؟ كيف أنا بعرف دينه وأخلاقه؟ يعني بقعد معه جلسة بسأله أنت مؤمن بالله؟ فبيجاوبني بقول لا خلاص دينه منيح، أو والله بيعرف أدلة على كذا أو هيدا، أو أخلاق مثلا أنت شو أنت كيف؟ لا أنا أكيد أنا مؤمن بالشراكة، أنا مؤمن بالتعاون، أنا مؤمن بقول عنده أخلاق. بدك تعرف الإنسان شو دينه وأخلاقه، بدك تشوفه على الأرض. اختبار. ها؟ على الأرض. معلش يسمحوا لنا الشباب والبنات، هلا يمكن حدا ما يعجبه اللي عم بقوله، بس أنا عم بعطيهم من خبرتي ومن علمي. كيف يكون هذا الاختبار؟ شوف، اسأل أكبر منك. أحسنتم. اسأل اللي عاشروه. روح اسألوا عن هيدا الشاب بمركز عمله. روحوا اسألوا عن هيدا الشاب بعائلته
موسع ومش سؤال سؤال بذكاء تفصيلي أيضا. ها؟ نعم. روحوا اسألوا عن هيدي البنت. طيب أنا هلأ بيجيني حدا بيقول لي والله أنا قالوا لي عنها كتير منيحة وكذا وشو اسمه، أم بعدين بعد ما اتزوجها والله ما بتفيق غير للساعة 12 وقليلة مروة وبتعصب بسرعة. طيب هذا الشيء أكيد كان موجود ببيت أهلها. نعم. أنت سألت ها؟ هي أول شغلة السؤال. الشغلة الثانية، نحن عنا فترة قبل الزواج اللي هي فترة الخطوبة اللي بتتسمى خطوبة، إلا أن يظهر بعض هذه التصرفات. هل بنصح العائلتين، هل زرتوا بعضكم كفاية كعائلتين؟ دخلتوا عبيوتهم، دخلوا عبيوتكم؟ هلأ اليوم المشكل بتقولي لي قبل ما كانوا يقعوا بهذا المشكل، اليوم بيتعرف البنت والشاب على بعضهم برات البيت، ما بيدرى الآخر حدا بيعرف هو الأهل، وبتجي هي بتقول لهم أنا اختبرته أنا عرفته هو كمان نفس الشيء بيحكي. تعاند في بعض الأحيان، وأنا ذكية وأنا متعلمة. نعم. وأنا أعرف أن أختار. فأنا إذا بدك تضمني حسن الاختيار، أو حضرتك بدك تضمن حسن الاختيار، اسألوا أهل الخبرة، اسألوا من لديهم خبرة سابقة لتتأكدوا من أنه أنت قرارك سليم. ولما بتأكد أنا بأنه الدين مزبوط، الأخلاق مزبوطة، أهل الخبرة موافقين على هذا الشيء، إيه ساعتها ميلك القلبي هون حطه بالميزان. يمكن أنت بين اثنين والاثنين عندهم هالمواصفات هيدي، اختر من قلبك يميل إليها أكثر. نعم. ها؟ يعني الميل القلبي مطلوب مطلوب، ولكن بعد قطع هذه ولكن بعد عشان نقول هنا حط قلبك وراء عقلك بالاختيار، مش عقلك وراء قلبك، لأن هيدي حياة طويلة. وهيدي الحياة كلفتها عالية، هيدا مصير، هي سعادة أبدية أو شقاء أبدي نسبيا، لأنه ما في حياة ما بيمر فيها مشاكل. فالشي اللي بدنا نلتفت له أنه ما نوقع فريسة الحب من أول نظرة. يعني وحتى ما نوقع فريسة الحب من أول نظرة، لازم يكون اختلاطنا بالجنس الآخر ضمن الضوابط الشرعية. إذا ما كان اختلاطي مع الجنس الآخر ضمن الضوابط الشرعية، رح أوقع بهذا الإشكال. جميل جدا. الفريسة هيدي بتقول أنه والله وقع بالحب، الحب من أول نظرة، هيدا معناتها ما كان عندي غض بصر كشاب وكفتاة. ما كنت لازم الحدود الكافية بدرجة أنه انسقت وراء عواطفي. طبعا هون يعني ألفت، لأنه كنت عم بحكي كيف يصير الاختيار، بدي أقول أنه نحن بنسأل أولا عن الدين والخلق. نعم. بس هذا مش كل شيء. نعم. هل هناك يعني عناصر مثلا إذا بدي أسأل روح أبعد الدين، هناك فرق بين الدين عن عقل ودين عن تقليد. نعم. يعني إحنا عندنا حديث للإمام الصادق عليه السلام بيقول أنه لا تسألوا عن صلاته وصومه، حدثني عن عقله. هلأ أنا كمان بدي أتزوج إنسان، بدي أشوف منتج يستطيع أن يعول عائلة، كيف بياخد قراراته، هي الفتاة هي متدربة على شغل البيت، على عندها أسس تربوية سليمة، عندها خصال سليمة. هلأ ما رح نروح على الأسرة الكربلائية اللي قلنا لازم تكون طيب الأعراق. نعم. كمان هيدي إلى دور كبير جدا الأعراق. خطة لمؤسسة، وأي مؤسسة، مؤسسة الزواج المقدس عند الله سبحانه وتعالى، كم نحن فعلا غافلون عن هذه النقاط. ضيفتي العزيزة، نتوقف مع فاصل ثم نتابع إن شاء الله. مشاهدين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم. روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: خير نسائكم الخمس. قيل: يا أمير المؤمنين، وما الخمس؟ قال: الهينة اللينة المواتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عمال الله
وعامل الله لا يخيب. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، نعود إياكم لمتابعة حوارنا لهذا اليوم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أميرة برغل، مختصة بالإدارة التربوية ومهتمة بالشؤون الأسرية ومديرة مركز سكن للإرشاد الأسري. أرحب بكم من جديد أستاذة أميرة. نتابع وإياكم في حوارنا لهذا اليوم تحت عنوان مفاتيح التوافق الزوجي. صحيح. وقد ورد في الحلقات التي كنتم تبثونها من خلال المركز مصطلح المعرفة المسبقة. نعم. في هذه المفاتيح للتوافق الزوجي، ماذا تقصدون بالمعرفة المسبقة؟ يعني مجرد المعرفة أم لها أدوات عملية حقيقية؟ صحيح. نعم. ذكرنا أنه أول مفتاح هو حسن الاختيار. نعم. يعني فتحنا أول مفتاح طبعا لا يكفي، مفتاح آخر يجب أن يكون نكون متمكنين منه، أسمينا المعرفة المسبقة. المعرفة المسبقة الحقيقة عنا ثلاث أمور أساسية يجب على كل شاب وشابة أنهم يتعرف عليهم قبل الزواج. المعرفة الأولى تتعلق بالفروقات الخلقية بين الذكور والإناث. المعرفة الثانية تتعلق بالفروقات بين بيئة الزوج وبيئة الزوجة. المعرفة الثالثة تتعلق بالحقوق والواجبات التي ستترتب على كليهما بعد عقد الزواج. يعني هذه العناصر الثلاثة نعتبرها هي القوام لهذا التوافق. نعم. الزوجي. يعني أي دخول بزواج من دون ما يكون عندنا هاي المعارف الثلاثة نحن معرضين أنه ما نحصل على التوافق الزوجي، معرضين على أنه حياتنا تتزلزل من محل. هلأ هل أنه أنا ما بقدر مثلا إذا لأقول كان ناقصني شوي من المعرفة المتعلقة بالتوافق الزوجي ما كانت قبل الزواج ما أقدر أعوضها بعد الزواج؟ نعم، ولكن بكون وقعت بأخطاء. كلما كانت معرفتي مسبقة بهذه الأمور كلما أنا ما وقعت أصلا بالخطأ، لأنه الإنسان عدو ما يجهل. أنا أنثى أو أنا ذكر، هل أعلم بأن هناك فروقات على الصعيد الجسدي وعلى صعيد طريقة التفكير وعلى الصعيد النفسي بين الذكور والإناث؟ هلأ اللي هو طبعا النظرية الجندرية نحن لا نؤمن بها، النظرية الجندرية اللي تتحدث على أنه هناك نوع إنساني اجتماعي واحد، الإنسان بذكر أو أنثى هو نوع واحد، وأنه التربية هي اللي بتشكل لهم هذه لنقول العادات والميول والهيدا. لا، ولا إلا ينتفي الحكمة من وجود جنسين. نعم. وإذا كانوا هن شيء واحد ليش هن جنسين؟ نعم. ربنا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على نظام الزوجية. ونظام الزوجية يعني التكامل، والتكامل يقتضي الاختلاف بين الزوجين حتى يكملوا بعضهم. نعم. وهذه روعة، وهذه آية من آيات الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نحن نؤمن بأن المرأة والرجل متساويان في القيمة الإنسانية. نعم، ولكن ليس في الدور الاجتماعي وليس في المشاعر والميول والطبيعة الخلقية. طيب كتير مهم أنه أنا كأنثى قبل ما أتزوج أعرف شو الفرق بين قدراتي كأنثى الجسدية وبين قدرات الشاب كذكر. نعم. قدراته الجسدية. يعني هل نستطيع أن نذكر بعض هذه القدرات أو الفروقات حتى يعني مثلا أعرف أنها تحتاج دورة خاصة. نعم. ولكن نستطيع. نعم. أن هي هيدي اللي نحن بنعمل عليها دورات. لأنه مسألة مهمة أنه أنا أعرف حدودي وأعرف حدود الآخرين. يعني نحن بالأمور الجسدية هي واضحة،
هي واضحة بأن الرجل أقوى بنيتان من المرأة، يعني يستطيع أن يتحمل الضغوط الجسدية القوية بالمفترض أكثر من المرأة. هلأ بيجي مثلا حدا بيقول لي لا في عندنا مرأة أقوى من الرجال، هيدا ليش مثلا؟ أنه والله هو كان ببيت أهله ما بذل أي مجهود فعضلاته ضعفت، هي كانت تشتغل بالأرض، هيدا صار استثناء. بيكون في غلط عنده هو بالأساس، أو هي مخلوقة لتكون إلى دور كأنثى تنجب وتربي، هو مخلوق لك دور يكفح يكافح ويتحمل الضغوطات الجسدية برات البيت، وهيك هن بيكملوا بعضهم. في أشياء كتير مشتركة بين الاثنين، في أشياء كتير بيقدروا يعملوها اثنيناتهم، ما بدها القوة الجسدية. طيب كمان في فرق بالمشاعر والخصال النفسية. كمان هيدي يعني المرأة أكثر رقة من الرجل، مش معناتها لما بنحكي هيك إنه الرجل ما عنده عاطفة، عنده عاطفة ولكنه أكثر بأسا، وهيك لازم يكون حتى يكملوا بعضهم، حتى الأدوار بالمجتمع تعطي النتيجة المطلوبة. هي مش مطلوب منها أنها تقاتل في المعركة، يعني أدوارهم كاللقاح أكيد. نحتاج هذا اللقاح وهذا اللقاح للتربية وللأسرة. هو لازم يكون مهيأ جرعة الغضب عنده، يجب أن تكون أقوى، لأنه هو سوف يقابل في المجتمع أعداء عليه أن يحمي، عليه أن يدافع، عليه أن يقاتل. هي مطلوب منها تقاتل على جبهة أخرى، هذه الجبهة الأخرى هي جبهة لها علاقة بالصبر أكثر، لها علاقة بالرقة أكثر. في فرق بطريقة التفكير والتواصل كمان، هيدي كتير ما بيعرفوها، لأنه نحن هلأ بناتنا وشبابنا عم بيتربوا بالمدارس بنفس المنهاج التعليمي، وهذا قد يكون من الأخطاء، فيها مراجعة حتى على الصعيد التربوي العام يعني العالمي، بيتربوا بالجامعة بنفس المنهاج، ولكن ما بيلتفتوا إلى أنه هناك فيه اختلاف بطريقة التفكير وطريقة التواصل. معروف المرأة تفكر بطريقة شبكية، تقدر تفتح كذا ملف بعرض بعضهم، الرجل يفكر بطريقة عمودية يعني، وهذه أشياء الآن صارت حقائق ومعروفة، مش لا هيدي الطريقة أفضل من هاي الطريقة ولا هاي الطريقة أفضل من هاي الطريقة، الطريقتين الحياة محتاجتهم. لذلك الله سبحانه وتعالى بالزواج جمع بين هالقدرات كلها لتنشئ مجتمع صغير اللي هو الأسرة، وهذا المجتمع ينشئ بتعدد الأسر المجتمع الكبير، ويكون في مصدرين لتربية الأولاد على هذه الأمور. طيب هذه الطريقة، الاختلاف بطريقة التفكير بتعمل اختلاف بطريقة التواصل. معروف أنه المرأة بتعبر أكثر لغويا، هي عندها طاقة للتعبير أكثر من الرجل، تستخدم كلمات أكثر، أيوة بتتحدث يعني، وهذه صارت حقائق معروفة. فالمرأة مثلا بتطلب طريقة معينة من الرجل بالتواصل، إذا الرجل ما بيدرك هذه الطريقة بالتواصل فبيتصور بأنه بيهمل حاجات زوجته. الرجل بيميل للصمت أكثر، إذا هي ما بتعرف مسبقا أنه يميل للصمت أكثر تتهمه بأنه يعني أو لا يحبها أو لا يهتم لكلامها أو لا يشاركها أو لا يشاركها. طيب ما الحل الوسط هنا؟ ما الحل الوسط؟ أنه نعرف نعرف ونعذر، فقط أن نعرف ونعذر. يعني أنا لما بعرف أنه اللي قدامي، كون أنا بتحدث أنا وزوجي، أنا بفتح كذا ملف بقوم بلاقيه إنه استنفر وقال لي إنه مرات ممكن يتهمني كزوج، نحن منا معصومين، يتهمني إنه كنا عم نحكي بالشرق شو جاب الغرب، أو بكثرة الكلام، إنه خلينا لنخلص الموضوع الأول نحكي بالتاني. إذا أنا ما بعرف بإنه هذه طريقة تفكير الرجل تليا كيف، أتهمه بأنه هو عم بيسخف آرائي، بس لما أنا عندي معرفة مسبقة، هاي ليش قلت أنا معرفة مسبقة، بلتفت بقول له إيه عفوا ماشي الحال، هلا نخلص الأول
نحكي بالتاني ما بزعل. يعني مع الرجل أتصرف بهذه الطريقة، أما هذا التفكير الشبكي أتركه أنا وصديقتي وزميلتي في العمل. أيه هيك حننتحن. أجد منفس. هلأ هو كمان لما أنا بفتح موضوع تاني بيكون عنده معرفة مسبقة، بدل ما يوجه لي كلمة قاسية بيقول لي يا عمي طيب عفوا ما التفتت أنه أنت قادرة تحكي بكذا موضوع مع بعض، ما بيتهمني مثلا أنا لنقول محدودة التفكير أو أنه أخلط الأمور مثلا. بخلط أحسن نعم. بخلط الأمور ببعضها. هي المعرفة المسبقة بصير نفهم بعضنا، بصير نعذر بعضنا. نعم. ما بتصير المشكلة تكبر. هيدي مسألة. فطبعا هي بدها دورات. أجمل الفهم والعذر والتحمل. هي بدها دورات قبل الزواج. العلم. أنه نعرف حالنا. أنت فايتة حتتزوج إنسان انتبه هو مختلف عنك بطريقة التفكير. مختلف عنك بطريقة التواصل. يعني مثلا الرجل يدخل إلى البيت ليصمت. يرتاح. المرأة تنتظره لتتكلم. ما الحال؟ طيب الحال تحدث إلى زميلتك. لا مش هيك هيدا حال، بس لا الحل مع الزوج. انطري 10 دقايق ما تبلشي بالكلام إلا ليفوت على البيت لبعد 10 دقايق ليأخذ نفس ليرتاح لكذا بعدين بلشي بالحديث. مسائل يعني بالدورات نحن طبعا بنعرف الفروقات وبنعطي طريقة التفكير، والموجودين كلهم يعني بيكونوا كتير مرتاحين لهذا الموضوع. هلأ المسألة الثانية اللي قلنا عنها هو أنه يتعرف على الاختلافات بين البيئتين. لازم كل فتاة وكل شاب يعرفوا مسبقا أنه أنا عم باخد زوج من بيئة مش من قلب بيتي، من بيئة مختلفة عني. شو هي عادات هذه البيئة؟ نعم هذه البيئة. البيئة. العادات. نعم. التقاليد، أسلوب العيش، أسلوب الكلام، العبارات اللي بيستعملوها. كل بيئة عندها نمط معين، عندها أسلوب حياة معين. لأصبح مثلهم مثلاً أو أتراجع أو أجد حل وسط. هناك شيء ليش بيهمني في بعض أول الشيء أنواع البيئة. أول الشيء خلينا نشوف شو المشترك وشو المختلف. إذا كان المختلف أكثر من المشترك ها خليني أشوف أنا هل بقدر أتعايش مع هذا الإنسان. أنا لما تزوجت امرأة، هاي الامرأة معودة 20 سنة على نمط معين. إيه؟ مش نعم. مجرد فتت على البيت عندي، يعني الرجال بشكل عام بيتصور انه لازم المرأة هي تتأقلم مع زوجها. نعم. خلص زوجها هيدا هو نظامه لازم تتأقلم، بس يمكن ما تقدر تتأقلم. ما هي تعودت على هي الطريقة، بعدين الفتها نفسيا الفتها، يعني إذا بدها تغيرها يعني عما تشعر بالفقد بأزمة نفسية والانسلاخ. والانسلاخ أحسنتي. إيه؟ فهيدي الشيء ممكن تتراكم تعمل حاجز. أسلوب الكلام، في ناس عندهم طريقة بالكلام هجومية وبس أنا بيعتبروها طبيعية. يمكن أنا مربية ببيت هالبيت كتير حساس، يعني كل ما بتأذي الآخر إنه هي خط أحمر. بنتقل عبيت عمي بلاقي مرت عمي بصراحة هيك بتقلي انه لا 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 ابدا هودي مش نقبقين على بعضهم، لا لا زوقك هون ما عجبني، يعني بحدة وتبدأون المشاكل. هي عندها اياها طبيعي طبعا. طبيعي ان احنا بتقول احنا صريحين احنا كذا، هيديك بتاخد على خطرها وبتصمدهم بعدين شوي بتصير بدها تشتغل كل الطرق حتى تبعد عن بيت عمها وهم بتبلش المشاكل. بيجي بتحكي لزوجها بيقول لها شو هالقلة العقل. طيب انت قبل تقف معي خلينا نعرف تماما المشاكل. شو الفرق، هناك فرق بين العادات مثلا البيئة اللي هي عايشة بالقرية بين البيئة اللي هي عايشة بالمدينة. مستوى العيش قد يكون في اختلاف بالمستوى المادي. قد تكون هاي الإنسانة معودة هي على طريقة صرف معينة. هاي المعرفة المسبقة بالعادات، يعني قبل ما اتزوج اعرف انه هيدا الانسان جاي من بيئة، هالبيئة الى اعراف الى تقاليد الى اسلوب عيش الى طريقة تصرف الى طريقة تعبير. انا مرة التقيت بحدا يعني واصلة معه الامور كتير انه معتبر انه في اهانة كبيرة زوجته بتقدم له اياه،
أنا ناسي هلأ تعبير معين بتستعمله، طلع أنه هذا التعبير طبعا عنده هو بعائلته، أنه هذا التعبير يعني يعتبر شيء كتير غير أخلاقي، نافر، يعني ما في احترام، مش غير أخلاقي بالمعنى السيء، أنه ما في احترام. هي عندي أنه نحن هيك بنعبر، كأنه عرف داخل العائلة، نحن هيك بنحكي، أبدا ما قصدي. فنتعرف، لازم يكون في معرفة مسبقة. قلنا أول شيء شو الفرق بين الذكور والإناث، ثاني شيء شو الفرق بين بيئتي وبين بيئة هذا الزوج، وهل أنا بقبل أني أتعايش مع هذه الأعراف والتقاليد. إذا ما بقبل من أول الطريق، من أول الطريق، يعني بنقول أنه ما تراهن على أنك أنت سوف تغير هذا الإنسان. لا لا معلش، ما هي بس تصير عندي ببيتي هعلمها عشي جديد أو أربيها، أو هي بالعكس مش صحيح. يستخدمون هذا المصطلح أربيها على يدي. أيوة نعم، مش صحيح. هلأ اليوم يمكن قبل لما كانوا يتزوج الفتاة بعمر كتير صغير وما كانت لا بتعرف حدا ولا شايفة مدرسة ولا رطالعة ولا نازلة، نقول من ربيها، لا اليوم ما في منه هي. فهيدي بدنا نكون واقعيين. هلأ الشيء الثالث واللي مهم جدا، أنه نعرف شو يعني الزواج من وجهة شرعية ومن وجهة قانونية. ماذا سيترتب علي، هذه معرفة مسبقة، عندما أقول زوجتك نفسي، يعني منظومة الحقوق والواجبات، منظومة الحقوق، وعندما أنت تقول قبلت شو حيترتب عليك. وهذا الشيء كتير مهم، لازم البنت تتأكد أنه هو عارف شو واجباته، حتى وهو لازم يعرف أنه هي عارفة شو واجباتها. هلا بتقولي لي انه نحن مشكله هلا انه نبلش نحكي عن الحقوق. طيب ما الحقوق انا باخد حقي من زوجي لما هو بيعمل واجبه، بكون انا اخذت حقي، ولما انا بعمل واجبي معه بيكون هو اخذ حقي تلقائيا. طب انا كيف بدي اخذ حقي اذا هو مش عارف واجبه؟ إذا هو معتبر وأقضي حياتي وطالب بحقوقي، أحسنت، وبعدين بصير امرأة مظلومة، لجنة حقوق المرأة. نعم، طب يا حبيبتي ليش؟ أنت ماذا تتوقعين من الزواج من هذا الإنسان؟ مرة أنا ببيت أهلي عندي فكرة أنه الزواج هو شهر عسل فقط، فأنا معتبرة أنه هو لازم يعمل لي هيك، لازم يعمل لي هيك، لازم يعمل لي هيك. هل فعلا هو واجب علي هذه الأمور؟ هل هو مستعد للقيام بهذه الأمور؟ والعكس بالعكس. فهوني أنا كتير بشدد. ليش؟ لأنه نرجع نقول أنه قديما كان، نعم كان الرجل بيعرف واجباته وكانت المرأة بتعرف واجباته، لأن كان نمط الحياة، نمط تأديب تقريبا متشابه بكل الأسر. الرجل يشتغل برات البيت، المرأة بتشتغل جوات البيت، وما كانش في دلع كتير. يعني كانت البنت توصي ببيت أهلها، ببيت أهلها من وقت أن تكون بلشت هيك تصير نشلة، يعني مثل ما بيقولوا، كانت تحط إيدها مع أمها بالعمل في المنزل. نعم. وكان الشاب من هو صغير يحط إيده مع بيه بالشغل في المهنة، وكان تقريبا كل واحد متحمس لدوره ومعتز بدوره. اليوم نحن شبابنا وبنات لما بيتزوجوا بيكونوا اثنيناتهم ما عندهم خبرة لا شغل بيت ولا شغل برات البيت، هي واحد. الشغلة الثانية، اثنيناتهم اتعلموا بالجامعة واثنيناتهم مهنئين حالهم للشغل خارج البيت. يعني هي عملت إدارة، عملت تغذية، عملت مهندسة، عملت طب، عملت، فهي عارفة منيح واجباتها بمهنتها، مش جوات البيت برات البيت. هو كمان بيعرف منيح مهمته بمهنته، بس مش عارف واجباته للبيت. يعني عجيب، هو بيفكر انه هو عليه يروح يشتغل طبيب، هو طبيب وهي مهندسة. نعم. هو عليه يعمل، بس هو مش عارف شو بحيتطلب منه للبيت. يعني بيفكر هو عليه انه يشتغل برات البيت وبيجيب الشغل بمصاري بيعطيها لمرته، بيروح بيسهر بالليل مع رفقاته، منه عارف الدور التربوي شو بيتطلب منه، منه عارف حاجات الزوجة شو بتتطلب منه، منه عارف إذا زوجته عاملة شو بيتطلب منه. هي أيضا مش عارفة شو ناطرها بالبيت ولا تدربت عليه.
فهيدي مسألة كتير مهمة أنه يكون فيها وضوح مسبق. شغل البيت له عدة طرق لينعمل. رعاية الأولاد إلى عدة طرق، يجب أن يكون هناك توافق ومعرفة مسبقة، معرفة مسبقة بحاجات الولد الذي سينشأ من بعد الزواج. نعم، يعني أيضا يجب أن لا نخاف من هذا البيت الزوجي أنه عبء أو حمل أو واجبات. يجب أن نعرف كم هي جميلة هذه الأسرة، وكم هي مكان فعلا للراحة والأمان والاطمئنان والسكن والسكون. نعم أحسنتم. يعني نحن حتى لا يخافوا يعني من هذا العبء يعني الواجب. ما هيدا البيت هيدا والعش الزوجي السعيد لما نحكي عن التوافق الزوجي، هو جميل جدا عندما نكون مهيئين الوظيفة. نعم، نكون مهيئين له. إذا ما كنا مهيئين له بيكون في مشكل. نعم نعم، جميل جدا. لكم جزيل الشكر أستاذة أميرة برغل، مختصة بالإدارة التربوية، مهتمة بالشؤون الأسرية، مديرة مركز سكن للإرشاد الأسري. طيب الله أنفاسكم وجعل هذه الكلمات الطيبة والبراقة والمفيدة في ميزان حسناتكم. تسلموا، الله يسلمكم. مشاهدينا الأعزاء، نشكر لكم حسن متابعتكم. إن شاء الله يتجدد لقاؤنا في مفاتيح التوافق الزوجي الجديدة. انتظرونا، نستودعكم الله، نسألكم الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.